مع اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، باتت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستحوذ على عقول الكثير من الشباب باعتبارها سهلة التنفيذ. يعني بادئ من 50,000 دلوقتي راس ماله معدي نص مليون جنيه بالفعل، والحمد لله يعني ربنا مرضينا من المشروع، والدولة برضو بتدعمنا، نقف تقف جنبنا من أي قروض. دخلنا على الصندوق الاجتماعي، ساعدنا وخدنا منه قروض ميسرة، جبنا بها الماكينات والمواتير دي، وابتدينا نشتغل ونكبر المشروع. وبالرغم من المزايا النسبية التي تتيحها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات، إلا أن البعض منهم رأى أن ما زالت هناك تحديات تواجههم في تنفيذ المشروعات. ننمي الصناعة المصرية أكتر من كده، لأن هي مطلوبة بره جدا جدا، ونقدر إن احنا نتكلم بيها باسم مصر بشكل كبير قوي. احنا عايزين معارض أكتر عشان تسوق الشغل لينا، ان احنا نسافر بره نعرض منتجاتنا. فبعض القائمين على المشروعات الصغيره والمتوسطه راوا انه لابد من ان تتوافر عوامل كثيره لنجاح هذه المشروعات، من اهمها الابتكار والابداع لتطوير هذا القطاع. كتير قوي مشاريع بتقدر تحصل على التمويل ولكن ما بتقدرش تكمل. ليه؟ عشان زي ما بقول لحضرتك، يا اما هم مش عارفين يرتبوا نفسهم داخليا، مش عارفه تحط هيكل ليها، يا اما مش عارفين يسوقوا عمل المنتج ومش قادرين يسوقوا. احنا دورنا بقى اللي احنا بنخش في الوقت ده نشوف ايه المشكله بتاعتهم ونبدا نشتغل عليها. يعني عندنا منتجات قدرنا نعمل لها باكينج كويس ونصدر. وتعمل الجهات المختلفة على تنمية هذا القطاع الحيوي والذي يعد عصب أي اقتصاد، لتصبح ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سائدة لدى المجتمع المصري والمجتمعات العربية. بعد مرور نحو عامين من إطلاق البنك المركزي المصري مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى توفير 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات، يبدو أن النتائج باتت جلية، ولما لا، واستطاع الكثيرون تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والتمكن من التوسع فيها، وذلك رغم تحديات التسويق والمنافسة بالخارج. أسمع حسن النيل.